ولك ايه اختي كملي مشان الله راح تجيبي لي المراره من بروده دمك. المهم ونحن قاعدين اجت الكراش تبعك وقعدت معنا. كراشتي؟ بالله عم تحكي عن جد؟ امسكي على شواربك لحتى صدق. ولك لا حالقه شواربي هلا. المهم كراشتك حكت لي شغله كتير 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 مهمه. لك لعمه شوقتيني. شو حكت لك كراشتي؟ قالت لي انه 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 ولا قلك خلص ما بدي احكي. شو على كيفك لحتى ما تحكي؟ خلصيني بقى بقيه لهالبحصه، صابني حصر بول بالدماغ. لك لا لا ما فيني احكي، بعدين هي حلفتني انه يضل سر بيناتنا. ولك اذا سر ليش خليتي فضولي يزيد؟ ولك ليه ما خرستي من الاول وما حكيتي لي؟ ولك ليش عم تستفزيني؟ ليش؟ ليش انت مستفزه؟ ولك لا تعصبيني. مرحبا اصدقائي، اليوم رح نشوف مع بعض اكثر الشغلات المستفزه يلي بتصير بكل بيت عربي. ملهم انقدر سكر تمك، واذا بتصير معكم كمان هاي الشغلات بدي تشيروا الفيديو بكل مكان. ملهم عم قلك انقدر سكر تمك وانت عم تاكل، استفزتني يا اخي. وإذا بدكم تثبتوا لي كمان إنه الشغلات اللي بتستفزني كمان بتستفزكم، اعملوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا بالقناة وشيروا هذا الفيديو بكل مكان. كملوا الفيديو للأخير. إلا أنت شكلك ما رح تزو. والله لا أطلع بروحي. أنا طالع لعند رفقاتي، بدكم شي؟ ايه يا ابني تعال كب الزباله بطريقه. ايه ماشي تكرمي ماما. واذا سالوني رفقاتي من وين جايب انيه العطر رح اقول لهم من عطر الزباله الفرنسيه. استنى قبل ما تروح جيب لي باكيت دخان ودور لي على جناح دبانه بلديه وسحليه بنفسجيه. لك شو بدك تسوي سحر انت بابا؟ من وين بدي اجيب لك سحليه ودبانه؟ والله ما بخليك تروح. ها انقلع دبر لي اياهم وجيب لي اياهم، مستعجل عليهم كثير. استنى استنى، ما دام رايح تجيب اغراض انا بلا حظ ضيعته من سنه بالسوق، روح دور لي عليه وجيبه. حظك؟ ولك الله يلعنه لحظي، ما عاد بدي انقلع لقرني، انا فايت نوم. ولك ليش عم تستفزوني ليش؟ لك لا تعصبوني لا تعصبوني. ولك قوم بقى، لسه مثل حورية البحر مقضي ليها تصليح هالكنباية وكأنك على شط البحر. لك مشان الله اطلع من راسي بهلول، بعدين بعد شوي بدي احط راسي ونام لأنه الصبح عندي فاقة بكير. لك هلا يلا بلا غلاظة، قوم حضر لي حالك لحتى نروح هالكافيه، عازمك. يلا الله يوفقك، مشان الله قوم، ببوس ايدك، يخلي لك امك وابوك، يشبر بخاطرك، ببوس رجليك. ولك شبك عم تشحد مني؟ فهمت فهمت، أمري لله، أنا طالع لفوق البيس، دقيقتين بكون عندك. يلا بهلول انا صرت جاهز. وين بدنا نروح؟ والله يا شريك بدك تعذرني، اهلي اتصلوا فيني من شوي وما فيني اروح معك. نعم شو امرت؟ شو حكيت؟ شو تفضلت؟ شو نطقت؟ نيه على القافيه بنصحك تعملها غنيه. ايه خلص شريك روح لحالك، والله انا صار عندي شغله ضروريه ما رح اروح معك. ولك يا امه محمد اعطوني خيزران لحتى اسوي من جلده غنيه. ولك اذا انت بدك تفقص الطلعه ليش خليتني انضرب على قلبي والبس؟ ولك ليش عم تستفزني ليش؟ ليش عم تعصبني؟ اطول بالك ليطق لك شي عرق. يا ابني يا عبادة العصبية بتخلي الواحد يفكر مثل البهيم، لازم تخفف عصبيتك لحتى تفكر بإيجابية أكتر. طيب يا امي شو ساوي؟ في شغلات مستفزة بيضلوا بيعاملوني فيها، يستفزونك حتى يخرجوا أشحش ما فيك ثم يقولون لك هذا أنت. لا يا عمري انت ما في منك، عاقل ومؤدب وشاطر وذكي. ولك يا ريت الكل مثلك يا حنونة، ولك انت الوحيدة اللي ما بتعصبيني. السلام عليكم، شو عم تتوشوشوا؟ منيح اللي اجيت ابو عبادة، هذا عبادة عم يعصب اخواته وما عم يسمع كلمتي وبده اياني اغضب عليه. شو؟ لك من ثانية كنت عم تمدحيني، لسه ما اجى ابي بلشت تشليني؟ ولك ليش هيك عم تستفزوني ليش؟ وعم ترفع صوتك بوش امك كمان؟ ولك يا ريتني جايب بيضة وقاعد عليها وفاقسة صوص ومخلفة ولاني مخلف واحد جردون مثلك. والله لا اطلع بروحك. بابا استنى شوي. اصدقائي لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك لهذا الفيديو وكومنت وشيروها، كل مرة بطلب منكم بتتجاهلوني. لك ليش انتو كمان عم تستفزوني؟ ليش انتو كتير مستفزين؟ ليش؟